السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. أعمالنا سابقا كانت في الزراعة بأنواعها وفي تربية الأغنام. المرة هذه راح يكون عملنا مختلف، وهو عبارة عن تجميل وطلاء المنازل. أبو زاهر كما تعلمون لديه إقامة جبرية في المنزل لمدة أسبوع بسبب العارض الصحي في الكتف، والحمد لله أنا بخير وبفضل وبنعمة من ربنا الرحمن، اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد. لذلك فضلت أن أستفيد من هذا البقاء في المنزل باستبدال طلاء المنزل أو البويات أو الأصباغ بطلاء جديد وبفكرة جديدة. العمل اللي أنا راح أعمله اللي هو ما يعرف أو ما يسمى بفن القط العسيري. من كان منكم ليس لديه أي خلفية عن هذا الفن فليتوجه إلى جوجل ويكتب فن القط العسيري، ثم يختار الصور ويرى جميع النقش الموجود. هو نقش رائع وكانت تقوم به الأمهات قديما في المنازل، يجملون به المجالس، يجملون به الصالات، يجملون به غرف النوم، أي شيء في المنزل كان يرسم بقدر الإمكان، وبالذات المجالس الكبيرة. الفن هذا فن قديم جدا، وتتميز به منطقة عسير والمنطقة الجنوبية ككل. أيضا لدينا مثل هذا الفن ما يعادله أو قريب منه في نجد، في الشمال، في الشرق، في الغرب، يعني نقوشات ورسومات وكذا. ولكن هذا الفن المسمى فن القط العسيري تم اعتماده دوليا، الدولة لدينا حفظها الله تدعمه. جميل أن يكون موقعك أو جلستك فيها شيء من الإبداع، وبالذات إن كان عمل يدك أنت، إن كنت تجيد هذا. إن لم تجيد هذا العمل بالإمكان أن تستأجر لك عمالة ويقومون بأداء ما تريد. الحقيقة أنه فترة بقاء الأسبوع في المنزل جعلتني أبدأ بهذا العمل، وبدأت توثيقه من الصفر، لكن لم أنشره وهو لم يكتمل بعد. وأعلم أنه في حال أن أضعه على هيئة حلقات لن أستطيع الاستراحة بشكل جيد، سوف تكثر الأسئلة والمتابعة، وين وصلت وماذا عملت. فلذلك أفضل أن يعني أصور كل يوم مقطع بسيط وأجمعها مع بعض بحيث أن تكون فيديو واحد مكتمل. الآن أنا جالس على الأرض مباشرة في الملحق أو في المجلس الخاص بي في المنزل، وبدأنا بعمل الطلاء الأبيض الموجود هنا. كان سابقا عبارة عن نوع من أنواع النقوش اسمه فن التعتيق، وهذا فن قديم بين فترة والثانية يرجعون له ويتجاوزونه وهكذا. الآن أنا أرغب أن أغير وبدأت في هذا العمل. إن شاء الله أعتقد أن يستمر العمل لمدة ما يقارب يعني 5 أيام أو شيء من هذا، ثم يظهر لكم إن شاء الله. كذلك العمل فيه لمسة وفيه إبداع وفيه يعني فن في اختيار الألوان، في دقة الرسم. لا يستخدم فيه الأدوات الهندسية قدر الإمكان، لكن لأننا نرغب أن ننجز بسرعة فقد نستخدم الملصقات وبعض الأشياء من أجل أن نمرر أدوات الطلاء أو الصبغ.
ذلك قد نستعين بها بعد الله سبحانه وتعالى. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق في هذا العمل. أيضا من النساء الرائدات في هذا العمل أمنا فاطمة بنت علي أبو قحاص رحمها الله، كانت من الأمهات المبدعات في هذا الفن، وعلمت الكثير وقامت برسم لوحات كثيرة جدا موجودة لحد الآن. أيضا أشرفت على عدة أعمال وتم تكريمها أكثر من مرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويتجاوز عنها. هي ممن حفظوا لنا هذا الفن، ولذلك كان لابد أن نشيد بها. أيضا سأعرض لكم مقطع صغير يعني للموقع اللي أنا موجود فيه. هي عبارة عن صالة أو مجلس أو استراحة، أو يعني على هيئة حرف L بالإنجليزي. أيضا تقريبا 8 متر في 8 أو شيء من هذا، ولكنها على هيئة منحنى أو نقول حرف L بالإنجليزي. راح نشوف جزء من الطلاء القديم. هذا الطلاء القديم اللي باللون الأصفر أو البرتقالي اللي هو اسمه فن التعتيق. أيضا الجهة الأخرى لدي هنا تلاحظون أنه بدأنا بعمل الطلاء باللون الأبيض. هذا العمل بإذن الله سوف ينجز خلال أسبوع. راح أحاول قدر الإمكان أن يكون مميز، وسيستغرق وقت وجهد. أيضا لابد أن تكون دقيق في أداء هذا العمل. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق. كذلك يوجد في جميع مناطق المملكة مثل هذه الفنون، سواء في نجد أو الشمال أو الشرق أو الغرب، يعني ما يعرف باسم الملحق، وهو يعني عبارة عن غرفة في مدخل المنزل. أول ما تدخل البيت يكون على اليمين أو على اليسار أو كذا، غرفة صغيرة ويتم عمل فيها هذه النقوش، سواء مستوحاة من الطبيعة، من نجد، من الشمال، من الشرق، الغرب، الجنوب، يعني. لكن أنا أحاول أن أعمل بيدي شيء مميز لي أنا شخصيا، وقد يفيدكم إن شاء الله. أيضا ليس بصعب، ودائما هذه الأعمال وهذه اللوحات تعتبر لوحات مخيفة جدا، تمام؟ ويعني لا تستطيع أو أنت لا تستطيع أن تتصور أنك قادر على عملها، بينما هي في الحقيقة مجموعة أشكال هندسية جمعت مع بعض، تبدأ فيها تدريجيا لحد ما تكتمل. بالإمكان أن تزيد فيها، بالإمكان أن تقلل منها، لك مطلق الحرية في هذا العمل. أيضا من الألوان المعتمدة في مثل هذا اللي هو الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر، اللي هي الألوان الرئيسية. أيضا قد يكون هناك تطوير فتعتمد على الألوان الباردة، رغم أنه أساس هذا العمل بالألوان الصارخة أو القوية، لكن بإذن الله نوفق. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. دعواتكم لأخيكم أبو زاهر، وإن شاء الله نعود لمواصلة عملنا قريبا، وبإذن الله ترون رسمة أبو زاهر الجديدة، وإن شاء الله سوف تكون خلفية دائمة للبث المباشر. أشكركم جميعا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.